السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان. أنا بدأ بقرار ديال المدرب جوزيف زيمباور اللي كيحاول على ما فهمنا أنه يغير الطاقم التقني دياله ويضخ دماء جديدة في الطاقم اللي عنده. ما يمكنش أننا نلوم المدرب ولا غادي نعاتبوه على رحيل مدرب الحراس اللي مشى لأسباب عائلية. دابا كاين المساعد الثاني ديالو اللي هو مارك شيرفاز اللي غادي حتى هو غادي يغادر الفريق حسب المعلومات اللي كاينه حاليا الاخوان. وحنا كما تنقول لكم ديما كننتظروا الخبر الرسمي ديك الساعة، راه تنقولوا رسميا الحدود الساعة يعني مارك غادي يغادر الرجاء. المدرب اللي طلب انه يغير الطاقم ديالو، هاد الشيء واش في مصلحة النادي ولا لا ما غاديش نتكلم عليه دابا. والمدرب راه اكيد عارف شنو كيدير، خصوصا انه كاين واحد المعلومة نقولوا 50% الى حين اننا نتاكدوا منها ومن الصحه ديالها، ان المساعد الجنوب افريقي هو المساعد الاول ديالو باغي يشد شي فريق يدربه وجه شي عرض ويمكن باغي يغادر. المدرب ما عندوش مشكل تيقول انني نقدر نخدم مع ناس اخرين، ما كاينش مشكل، ولكن ها شكون اللي بغيت وها شكون اللي بغيت. اذا حنا ما عندنا حتى شي مشكل، ما غاديش نلومو لا المكتب لا المدرب، نخليوه هو اللي غادي بالسفينه كما كنقولوا، هو اللي غادي يختار الناس اللي غادي يقودوا مع ديك السفينه. حسب المعلومات اللي كاينه انهم يمكن تتفقوا مع شي مساعد جديد اللي غادي يعوض مارك، الى حين تاكدوا من ان المساعد الاول فعلا غادي يغادر ولا لا، وديك الساعه راه غادي نعاودوا نهضروا. حيت هذا الشيء اكيد الراي ديالكم تاو كيهمنا، واش كتشوفوا ان هاد التغييرات في الطاقم التقني في مصلحه الرجاء، خصوصا اننا غادي نلعبوا العصبه. خصوصا انا بالنسبه ليا المساعد الاول الجنوب افريقي اللي معاه داك السيد راه تيدير واحد الخدمه اللي يمكن نقولوا خياليه، لانه كيدرس الخصم، اللاعبين اللي عندهم مزيانين يعني بالبوست، كل واحد بوست ديالو، الاغلاط اللي تيديروا، الثغرات اللي عندهم، قوه ديال الخصم، يعني بزاف الامور تيدير. عارف كاين محلل الاداء ومحلل الفيديو، هذوك الدور ديالهم بوحدهم. من كندوي على المساعد الاول جنوب افريقي راه تيدير واحد الخدمه اللي كبيره الاخوان. الناس ديال المكتب ما غاديش نقولوا حنا شي حاجه، لانه الدليل هما جابوا لنا البطوله، مازال كاس العرش ان شاء الله ومؤهلين العصبه. اذا الناس عارفه شنو كدير، نخليهم يخدموا ويكملوا العمل ديالهم ان شاء الله. يعني كنعتذر الاخوان على هذا الخبر ما تكلمناش عليه، يعني بواحد بالغ الحزن والاسى اكيد انكم تلقيتوا نبأ وفاه اللاعب السابق الفريق الوداد والمغرب الفاسي، ويمكن شي فرق اخرى ما عقلتش عليهم. المهدي الدغوغي الصراحه كانت فاجعه الاصدقاء والمقربين منه، الله يصبر الاهل ديالو. وبغينا نقدموا التعازي ديالنا من خلال القناه، ودعيوا للاخوان ان شاء الله بالجنه، ودعيوا مع الاهل ديالو بالصبر